السلام عليكم، معكم محمد الأنصاري من نور سي أم أكاديمي. البودكاست الأسبوعي من تاريخ 23/9 لغاية 27/9. بالبداية راح نتكلم على مؤشر الدولار الأمريكي، وكان افتتاحه عند 100.74، أعلى سعر 101.22، أما أدنى سعر ف100.15. بنروح على زوج اليورو مقابل الدولار، كان افتتاحه عند 1.1076، أعلى سعر 1.1188، أدنى سعر 1.1068، أما الإغلاق فكان عند 1.1163. بالنسبة حق الجنيه الاسترليني اللي هو الباوند مقابل الدولار، افتتاحه كان عند 1.3121، أعلى سعر 1.3340، أدنى سعر 1.3117، الإغلاق 1.3318. بالنسبة حق الذهب، كان افتتاحه عند 2619، أعلى سعر 2685، أدنى سعر 2613، أما الإغلاق فكان عند 2658. بالنسبة حق النفط، كان الافتتاح عند 71.31، أعلى سعر 72.38، أدنى سعر وصل لغاية 66.94، الإغلاق كان عند 68.61. بالنسبة حق مؤشر الداو جونز الأمريكي، كان افتتاحه عند 42,443، أعلى سعر 43,003، أدنى سعر 42,206، أما الإغلاق فكان عند 42,625.